تفتكري انت الناس اللي هم مش عارفين يحققوا ذاتهم او مش عارفين هم مين او مش عارفين ان هم يتخطوا الخطوة الصعبة اللي في حياتهم اللي هي بتبقى زي ما تقولي ايه، عارفة لما يكون حد مشنكلك كده ومش عارفة تعدي، مش عارفة ابدأ، مش عارفة تعدي كده الصعب ده او التحدي ده، وتقولي لهم ايه؟ يعملوا نوتس كده ويعرفوا هم مين ويركزوا على كل حاجة. يعني قولي لي كده يعملوا ايه عشان مهم قوي. رقم واحد ورقة وقلم، يعني احنا طبعا احنا ماسكين الورقه والقلم نكتب. يعني زي ما حضرتك قلتي، حتى لو في حد متقدم اكتب مميزاته، اكتب عيوبه، طب انا هقدر استحمل ايه. لكن احنا ناسين الورقه والقلم. حتى الجيل الجديد داخل بيذاكر اللي هو كله كمبيوتر وكله لابتوب حلو قوي، بس برضو الورقه والقلم ده بيثبت الحاجه في دماغنا. بتشوفي مميزاتك، بتشوفي عيوبك قدام عينيكي، بتعرفي تشتغلي عليها. لما بكتب الخطوات اصلا، لما انا دلوقتي مثلا عندي هدف معين والهدف ده واقعي، ايه الخطوات اللي انا هعملها؟ خمس مثلا خطوات، كل خطوه ببدا اخدها فبعمل عليها صح، ده بيديني حافز ان انا اكمل. انا خلاص في خطوه خدتها. فمهم جدا الورقه والقلم ان انا يبقى قدام عينيا. طيب قلت كلمه جميله قوي، من ضمن الحاجات اللي انا ممكن اكتبها. دايما احنا بنحب نمدح في نفسنا، دايما بنستخبى من نقاط الضعف او بنخاف ان احنا نركز على الحاجات اللي احنا ممكن نكون فاشلين فيها. يعني لو ركزنا فيها وفكرنا بيها بزياده هننجح فيها لان احنا ركزنا عليها. نقاط الضعف ساعات انا ما بقاش عارفه اقول انا فيا ايه عيب، او انا عندي عيب ايه، او انا مش عارفه ممكن اكون ناقصه حاجه معينه. ازاي اركز عليها قبل المميزات؟ لان هي دي دايما بتبقى عامله لي خلل في تحقيق اي شيء حتى لو حاجه انا بحبها. حضرتك قلتي كلمه حلوه قوي، احنا بنبقى خايفين طبعا نواجه نفسنا بالظبط، لكن احنا بنبقى عارفين. على فكره انا عارفه مثلا انا انفعاليه، انا عارفه مثلا ان انا بخاف من المجتمع، انا مش اجتماعيه، انا ما بعرفش اتكلم. بالظبط احنا بنبقى خايفين نواجه نفسنا. بس كمان احنا يعني من اراء الناس بنبقى عارفين كويس قوي نقط الضعف ايه. في كمان اختبارات تحليل الشخصيه، في حاجات كتير جدا مثلا من التجربه اللي انا مريت بيها، ايه الحاجه اللي انا ما قدرتش اعملها في التجربه دي فدي نقط ضعف. ففي حاجات كتير جدا بتعرفني نقط القوه ونقط الضعف. بس احنا اللي بنبقى مستخبين ومش عايزين نواجه نفسنا. طبعا بما اننا بنبدا سنه جديده، قولي لي كده نصايح لكل الناس اللي لسه مش عارفه هي مين. يعني انا بشوف ناس كتير جدا ناجحه وناجحه في حاجات كتير، وفعلا تلاقيها مميزه وعندها مهام كتير وعندها مميزات كتير جدا جدا جدا، وممكن تكون متخرجه من كليه مش عارفه تستغل بقى، مش عارفه تروح فين وابدا منين واعمل ايه. يعني قولي لي كده نعمل ايه البنات اللي هم دول، لان دول بيصعبوا عليا قوي، لان دايما يقول لك اقعدي في البيت انت هيجيلك عدد. فدي كلمه طبعا احنا بنسمعها من اهالي كتير ومن اسر وامهات كتير، وممكن البنت دي بتبقى حاجه حلوه جدا هتتجوز، طبعا هتتجوز، بس ممكن تكون حاجه حلوه في المجتمع قدام ولادها وقدام جوزها، وتبقى حققت ذاتها وطبعا هتبقى اضافه كبيره للمجتمع. فانت النهارده تقولي لها ايه؟ انا اقول لها اول حاجه احنا هنحدد هدف. بس قبل ما نحدد هدف، اي حد فينا لازم يعيش بمبدا وبفكره المبادره بيكون انت. يعني لازم اكون انا عارف انا عايز ايه. لكن لو انا عايش بشخصيه حد تاني او بابا اللي بيقول لي لا انت هتقعدي في البيت او انت هتشتغلي كذا، انا عمري ما هعيش مبسوط. فمهم جدا اعيش بمبدا بيكون انت، واثق في نفسي، واثق في قدرتي، وما اسمعش الكلام الناس. احنا للاسف بنتاثر بكلام الناس جدا، وده اللي بيخلينا بنخاف، وده اللي بيخلينا ما بنعرفش يعني نحدد هدف حتى من كتر كلام الناس. لا انت هتبقي في الحته دي مش شاطره، لا انت ما تدخليش الكليه دي، لا انت اتجوزي الشخص ده كويس. فكلام الناس ده بيأثر علينا بطريقه كبيره جدا. فانا بحب دايما ان الواحد يكون واثق من نفسه. حلو ان انا اتعلم من الناس اكيد، لكن في الاخر هعيش زي ما انا عايزه عشان اعيش ناجحه، عشان اعيش مرتاحه، عشان اعيش مبسوطه. طيب حلوة قوي، بس خلينا نرجع بقى النقطة احنا بدأنا بيها، ودي للأسف يا مها ممكن تكون مأثرة على ستات كتير جدا، لأنهم بيكونوا عايزين المركب تمشي، عايزة أقعد في البيت وأبقى متجوزة ورب العيال، ومش عايزة أبقى نقطة خلل كده في المجتمع أو قدام أسرته. في بعض الرجالة يقولك لا، أو مش هنقول غيرة، يعني احنا مش هنتكلم، عشان طبعا كل الرجالة اللي بيشوفني دلوقتي ما يزعلوش مني. في رجالة ما بتبقاش عايزة الست تبقى ناجحه، تشتغل ليه بقى؟ لان في ستات صراحه بتبقى دماغها يعني ما شاء الله، يعني طلقه يعني تعدي خطوه تخطيها تبقى عايزه الثانيه في الثالثه في الرابعه، فخلاص الرجال هنا بيقول لك بقى ستوب، خلاص انت رايحه فين بعد كده؟ انا انت مراتي قدام المجتمع، فانا ببقى عايزك ناجحه لليمت معين. الستات دي النهارده انت تقولي لها ايه؟ والرجاله برضو اللي ممكن يعملوا الافعال دي والتصرفات دي انت برضو تقولي لهم ايه؟ هي على حسب شخصيه البنت.
في بنت بالنسبة لها الشغل مش أساسي يعني أوكي أنا بشتغل وبنجح بس لو سبت الشغل يعني مش ده الشغف بالنسبة لها، فدي حاجة مريحاها فتمام أوكي. لكن البنت فعلا اللي جواها شغف وعايزة تنجح، لا طبعا ترجعون وتكمل، ده مستقبلها وحياتها، ده الشغف، ده هدفها، ده الباور بيديها باور الشغل. فلو هي جالها حد يقولها سيبي الشغل أو لا لمت أو كده، لا هي كده بتدمر نفسها. لازم نعيش مع الناس برضه، ممكن حتى لو هي المتزوجة أو هي في البيت لازم يبقى في تفاهم، عشان لازم الناس تبقى شبهها، لازم يبقى في حوار إن هي تكمل وتحقق. لازم أخد اللي قدامي يكون شبهي، يكون بيشجعني، إحنا عايزين نطلع مش عايزين ننزل.